من مزاد سحاب قهوة معرض السحاب، 5 حبات للسطح بإذن رب العالمين. بدنا نشوف بنقدر نقعدن ولا لا. الحمامات اللي اشتريناهن قالوا لنا عنهن شرسات وعقولهن مش طبيعية. بدنا أول شيء نشوف كيف عقولهن، بدنا نصور على صفحتنا إن شاء الله بإذن رب العالمين فيديو إلهن كيف طريقة نوعيهن وكيف طريقة نكشهن وإيش أنسب وقت لأنه إحنا نطيرهن بعد ما نشوف الطيور بالشمس كيف حركاتها وكيف نظراتها للسطح وكيف نقدر نتعامل معها يا شباب. طبعا الحمامات يا شباب مزهور أحمر بالصلاة على النبي، ومكاوي أزرق أحلس قرفيلة وسرويلة بالصلاة على الحبيب، ومزهور أسود بلدي عين قزاز، ومسود قراقطة. هذا فرخ بكرة راح نكشه إن شاء الله بإذن رب العالمين، هذا ساعة وراح نكشه. وباكستاني ترى شباب، إحنا الحمامات هذولا بس للتقواي والتوعاي للسطح حتى نقدر نزيد عدد الحمامات فيه. تابعونا يا شباب، تابعونا على صفحتنا على اليوتيوب حياة كشيش حتى نشوف كيف الكشيش بيقدر يتعامل مع 5 حبات مع بعض. بدنا نشوف كيف الكشيش المخضرم والكشيش المر كيف بيقدر يتعامل مع 5 حبات. شباب احنا محتوانا لرفع الوعي والثقافة عند مربين الحمام، واي استفسار يا شباب اذكروا لنا اياه في التعليقات، وتابعونا على صفحتنا يا شباب. شوفوا كل جديد ومميز، شوفوا كل جديد ومميز وكيف بتقدر تتعامل مع الطير من اول يوم بتحطه على السطح. كل طير يا شباب له نظام معين تتعامل معاه. انا اتوقع انه المزهور الاسود هو اكثر طير راح يغلبنا، بس هو اول طير راح يطير ان شاء الله. ادعوا لنا بالتوفيق يا شباب، ولا تنسوا متابعتنا على الصفحه حتى يصلكوا كل جديد وكل مميز وكل شيء جميل في عالم الحمام. تابعني، اضغط على زر المتابعه وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. وشباب ادعموني على قناتي حتى اوصل لكم محتوى جميل ومميز ورائع. انا بكبر فيكم يا شباب، ما بنزاود على حدا، لكن كل انسان له طريقه، كل انسان في تربيه الحمام له طريقه. بجوز طريقتي بتختلف عن طريقتك، بجوز طريقتك هي الصح، بجوز طريقتك